علاء الدين حيزورك في البيت. أي موهبة ما تكونش عادية هنقدمها في برنامجكم مواهب من البيت. محمد إبراهيم هوايتي الرجال، عندي 8 سنين. يعني هي الرجال زي ما قلنا، الرجال يعني إن إحنا نعمل حاجات يعني بالورق. النهاردة هنعمل سبايدر مان، ماشي؟ علاء الدين، مجلة أطفال مصر وأطفال العرب. لو حابين تشاركوا معنا راسلونا هنا على عنواننا، وما تنسوش تستنونا في الحلقات الجاية. باي.